السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم في موضوع جديد. هو موضوعنا اليوم كيفاش نتحصلوا على النباتات البرية بلا ما نتعبوا بلا ما نشقوا بلا ما نخرجوا نحوسوا عليها. والطريقة هي سهلة جدا، نشدوا شوية من الميلونج اللي عندنا تاع كناري ولا تاع المقنين، قيس واحد الكودي، قيس مونجوار، يكونوا عندنا لي بو كيما هذوما صغار ولا كبار، نرميهم فيهم شويه تراب، نغطيهم بالتراب وسقيوهم ونساوهم 15 يوم يولوا عندكم نباتات كيما هذا. نحي من البو ومد للزوج تاعك ياكل، سهله ماهله، ما تطلب منك والو، لا تعب لا تشقى لا والو. ما تقول البرد نخرج نحوس على النباتات، النباتات في البرد ما يكونوش، السخانه كيف كيف. هذه الطريقه سهله جدا، ودوك نعت لكم واش راني غارس في البو. هذه دوار الشمس، هذه شوية زريعة تاع دوار الشمس، هاي طلعت. هذه زريعة الشوك البنفسجية، وهنا ميلونج تاع مانيتوبا، وهنا ثاني ميلونج تاع مانيتوبا. كو تشوفوا الله يبارك، هذا الجرجير اللي ما يعرفوش، زريعة البسباس، زريعة القنبد، يعني كل النبات هاي ديك. شوف ما شاء الله ما شاء الله، هذه تاع البراقة، هذه براقة، يعني ما شاء الله. ما تشقى ما تحوس، ما تقول الحال بعيد، راه عندك في الدار تنحي الوقت اللي حبيت وتنبتها الوقت اللي حبيت، ما عندهاش فصل. يعني تحطها 15 يوم تبدا تطلع، شهر تبدا تمد منها الطيور تاعك. ما شاء الله كيما راكم تشوفوا، هاديك هذا الدوزيام بو ثانية كي تشوفوا، زريعة البسباس، زريعة الكتان، كلش تطلع الورق تاعهم نمدوه من الطيور تاعنا. وحاجة نظيفة، وعلى بالك انت واش غرست وعلى بالك واش باش سقيتها، هذا ما كان. دوك نعتلكم الزريعة تاع البراقة كي تطلع كيفاش تولي. هذه البراقة كي تطلع كيفاش تولي، هاي لك شوفوا سبحان الله الشكل تاع البراقة. هذا يا خوتنا، ما نطولش عليكم، موضوع خفيف ظريف، والله صدقوني منا نحي ونمد الطيور تاعي، ما نشقى ما نحوس، ما عندي الوقت باش نروح ندور برا باش نجيب الحشاوش. هذوما كاين حشاوش اللي مش متوفرين دركا، كي يلحق وقتهم يجيبوهم، هذا ما كان. هذه هي وهذا موضوعنا اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم، وتهلاو في رواحكم، وتلقاو في فيديو واحد آخر إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.